السلام عليكم شباب، احنا وصلنا في التكييف، وصلنا ان احنا بنوقع نقطة، صح؟ عرفنا نوقع نقطة، اخدنا البروسيسز، كل اللي اخدناه في البروسيسز اللي هي عملية الهيتنج بروسيس، عملية الكولينج بروسيس، عملية الكولينج اند دي موديفيكيشن، وقلنا يبقى الار اتش بتاعت الخروج اللي هي ار اتش 90%، واخر عملية اللي هي عملية الميكسينج. وجيب لكم في الميد تيرم ان انا اعمل ميكسنج، وبعد الميكسنج اعدي على كولينج كويل، وبعد الكولينج كويل اعدي على هيتنج كويل، يبقى اخدنا اكتر من ناحيه. احنا بنكيف المكان ليه بقى؟ يعني انا عندي مكان بتاعي كده، مثلا اوضه، الاوضه بتاعتك ده دخلتها كده من عند ربنا، الجو كان بره حر جدا 40 درجه سلسيس مثلا، ماشي كده، ودرجه حراره الاوضه كده من عند ربنا دخلت لقيتها 24، يبقى المكان ده هيفضل 24 زي ما هو، ولا هيدرجة الحرارة بتاعته هتقل لوحدها ولا تزيد لوحدها؟ مفيش تكييف، مفيش أي حاجة. الطبيعي جدا إن درجة الحرارة دي هيحصل لها إيه؟ هتزيد. إيه بقى اللي هيزودها؟ هي دي الأحمال اللي بنحطها، هي دي الأحمال اللي بتبقى عندي اللي على أساسها بحط جهاز التكييف بتاعي، عشان هو يبتدي يصد على الأحمال. إيه؟ على الأحمال دي. زي إيه بقى الأحمال دي؟ الأحمال دي بنقسمها نوعين، بنقسمها حاجة اسمها السنسبل هيت، بنقسمها حاجة اسمها روم سنسبل هيت، وبنقسمها حاجة اسمها روم ليتنت هيت. دي بنسميها حاجة اسمها روم سنسبل هيت، روم ليتنت هيت. نفكرك كلمة سنسبل معناها ان هي محسوسة، معناها ان في فرق درجات حرارة. الليتنت ده معناها اللي هو التشينج اوف فيز، يعني معناها ان هي مصدرها نتيجة تبخر او تكثف المية. فاول حمل اساسي من الروم سنسبل هيت اللي هو مين؟ الروم سنسبل هيت بيسموها حاجه اسمها كيو تي، اللي هي كيو ترانسميشن. كيو ترانسميشن ده قانون من ضيوف الاريا في الدلتا تي، دي بيسموها الترانسميشن لود. ترانسميشن لود، ماشي كده. يعني ايه بقى ترانسميشن لود؟ ببساطه زي كوبايه الشاي كده. كوبايه الشاي بتاعتك لما انت بتجيب كوبايه الشاي، كوبايه الشاي دي بتبقى في حدود 70 درجه سلسيوس، وتسيبها في الجو تبرد ولا ما تبردش؟ تبرد. بتبرد في الجو، لان الجو مثلا بيبقى 20 30، بمعنى كده بيحصل انتقال الحراره من السخن للبارد نتيجه خلال الجدران بتاعت كوبايه الشاي. طب لو انا كنت حطيتها بقى في مج حراري، لو كنت حطيتها في مج معزول، هتبرد بسهوله ولا هتفضل بقى سخنه شويه؟ هتفضل سخنه شويه. يبقى الكيو ترانسميشن ديت نتيجه ان انا حطيت عزل، بقت الكيو ترانسميشن دي بقت اقل. نفس الكلام هنا، ادي الاوضه بتاعتي 24 والهواء الخارجي هو اللي ب 40، يبقى هيحصل انتقال للحراره من السخن للبارد، يعني من الهواء الخارجي لجوه الايه؟ لجوه الاوضه. وعلى حسب بقى التوصيف بتاع الجدران، المدني بتاع الجدران، لو الجدران دي فيها عوازل كتيره يبقى كميه انتقال الحراره دي هتقل. مين يبقى المسؤول عن انتقال الحراره دي؟ فرق دلتا تي والعوازل، صح؟ وبالتالي يبقى هي اليو ديت اللي هي الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، هيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الكونستراكشر بتاع الحيطه. يعني اليو ديت بتبقى في حدود 2 1.5، معايا ولا ايه؟ طب لو انا حطيت عازل ممكن اوصلها لحد نص كمان، لو كل زودت الطبقه بتاعت العزل بتاعتي ممكن ازودها لحد توصل اليو بتاعتي توصل لايه؟ نص. ماشي الكلام، جميل. دلتا تي اللي هي 40 ناقص 24، جميل جدا. طيب الحاجه الثانيه، الحيطه دي لو كانت المساحه بتاعتها متر في متر هتبقى زي بالظبط لو مساحتها 10 متر مربع؟ لا، كل ما المساحه هتزيد يبقى معنى كده ان انتقال الحراره ده هيخش اكتر، عشان كده كمان بيبقى ليها مضروب ايه؟ اريا. فبالتالي بقى كيو تي بقى بتساوي اليو في الاريا في دلتا تي، ودلتا تي ديت اللي هي درجه حراره الاوتسايد ناقص درجه حراره الانسايد بتاعت مين؟ بتاعت الاوضه. جميل جدا. ايه تاني عايز يسخن المكان؟ يبقى دي اول حاجه اللي هي كيو تي. ايه تاني؟ طب لو جت الشمس، الكلام ده لو الشمس موجوده او مش موجوده، ملوش دعوه بالشمس خالص. ده على حسب درجه حراره الجو اللي هي خارجي. جت بقى الشمس وكانت الحيطه دي حيطه خارجيه والشمس بدات ترمي ايه الاشعاع بتاعها عليها، يبقى كده بقت في كيو ايه؟ بقت في كيو صن. ودي سنسبل ولا ليه انت برضك؟ سنسبل. ليه سنسبل؟ لان هي لما بتيجي ما بيجيش منها ميه، صح؟ لان قلنا الليتنت معناها تبخر الميه او تكثف الميه. يبقى منها برضك الكيو ايه؟ الكيو صن. تعالى بقى نتكلم على الكيو صن دي لوحدها، او السولار، بيسموها كيو صن او السولار. الكيو صن او السولار ديت
يعمل يحسبها ازاي؟ يبقى يقول لك اليو في الاريا بس في حاجه اسمها دلتا تي صن افكت. دلتا تي صن افكت ايه الكلام ده؟ وتيجي يقول لك يبقى ادي الحته بتاعتي السولار راديشن بيجي ينزل بيمتص شويه ويكسر شويه حسبه معقده. فبدل ما يخش في الحسبه المعقده ديت عمل ايه؟ عمل حته بسيطه جدا، قال لك والله الحيطه ديت لو هي كانت في الظل هيبقى ليها درجه حراره، لو هي بقى تعرضت للشمس يبقى هتسخن درجه حراره ازيد ولا لا؟ يبقى ليها دلتا تي ويبقى ليها جداول، ليها طبعا احنا بالنسبه لكم عددها لكم جيفن، يبقى ليها دلتا تي ويبقى ليها ايه؟ الجداول بتاعتها. بس يجي يقول لك خلي بالك ادي المبنى بتاعي كده كبلان ماشي الكلام، وادي مثلا ده اتجاه لمين؟ النورث صح كده ولا غلطان؟ يبقى ده الايست، يبقى ده الساوث، يبقى ده الايه؟ يبقى الشمس مش هتجي لك من النورث، الشمس هتجي لك من الايست والساوث والويست ولا لا؟ يبقى وانس الشمس بتاعتي موجوده في الايست هي مش هتبقى موجوده في الساوث، ولا هي هتبقى موجوده في الايه؟ في الويست. يبقى الشمس بتيجي من الايست بتعدي على الساوث بتعدي على الويست صح؟ يبقى الاشعاع بتاع الشمس لما بيجي من هنا مش في نفس الوقت بيجي هنا، ولما بيجي من هنا مش في نفس الوقت ولا بيجي من هنا ولا من هنا. يبقى انا لما اجي احسبه مش احسب من هنا ومن هنا ومن هنا واجمعهم على بعض، لا ده انا هاجي احسب من هنا ده لوحده واحسب من ده لوحده واحسب من ده لايه؟ لوحده، واخد الاكبر واحده فيهم البيجست ايه؟ البيجست فيهم من الايست من الساوث منين؟ من الويست، مش هحسب الثلاثه. بلس اليو في الاريا في دلتا تي صن افكت. لو انا معايا ايه؟ لو معايا روف صح ولا غلطان؟ لو انا ده دور اخير يبقى الروف معايا في جميع الحالات صح كده؟ يبقى كده لو انا معايا روف يبقى دور اخير يبقى معايا. ماشي الكلام؟ طيب بس كده؟ لا نيجي يقول لك ايه؟ طب لو في ازاز، وده من اكتر الحاجات المعماريه اللي بتعمل لنا مشاكل، اللي هو ان انا يبقى عندي الواجهه الاساسيه مثلا الواجهه الشرقيه واجهة، يعني انا لو عملت الازاز بتاعي على الواجهه الشماليه زي الفل مفيش مشكله، اللي مش بيجي منها ايه شمس كتير، وعملتها كلها ازاز مفيش مشاكل. لكن اجي مثلا على الواجهه الغربيه واعمل ايه ازاز كتير جدا، فده بالتالي بياخد حمل حراري كبير. هنا بقى ما اقدرش اعتبرها يو في الاريا دلتا تي سب افكت، لان الازاز ترانسبيرنت. يعني ايه ترانسبيرنت؟ يعني نافذي، يعني بيخش اشعاع الشمس من الازاز، وده بتحس بيه حتى اكتر في العربيه، ان انت في العربيه في وقت الظهريه تحس الازاز سخن، تلمسه الازاز سخن، بس تخش العربيه من جوه تلاقيها صهده اكتر. وبالتالي بنزود كمان على ده الكيو صن، بنزود عليها حاجه اسمها الاس سي في الوات على المتر سكوير في الاريا. معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام ده. بيتحسب مع مين؟ مع الوول. يعني بيجي احسبه بردك مع الوول بتاعتي لكل حيطه حيطه لوحدها، ايست وساوث وويست. يبقى انا بمسك الوول بتاعت الايست او حاسب لها يو صن لوحدها، يبقى اليو في الاريا دلتا تشي صن افكت بلس للازاز الاس سي في الوات على المتر سكوير في الاريا. بحسب نفس الترم ده تاني، بحسبه للحيطه الويست واحسبه للحيطه الساوث، واخد اكبر ترم اكبر ترم ايه فيهم، يبقى هي ده كيو صن نتيجه مين؟ الوول. والروف اخده معايا. طب الروف فيه ازاز؟ ممكن يبقى فيه سكاي لايت، وبالتالي في الحاله ديت يبقى برضك يبقى اللي فيها الايه الترمات ديت. يبقى دولت بتوع مين؟ بتوع الجلاس، دولت بتوع الايه؟ الازاز او المنتهات عامه. الاريا دي الاريا خلاص بتاعت الازاز، الوات على المتر سكوير ده بيسموها السولار هيت جين، اللي هو ربنا خالقها اللي بتيجي من الشمس على حسب خط العرض، انت في انهي خط عرض على مستوى الايه؟ الكره الارضيه. الاس سي ده بيسموها الشيرنج كوفيشنت. ايه الشيرنج كوفيشنت؟ انت هتركب ازاز كده ترانسبيرنت ولا هتركب عليها شيد زي الرولر شيد زي الستائر الامريكاني في المكاتب، في المكاتب في امريكا كان زمان ايام ناطحات السحاب كلها لما يجي يعملوها يعملوا حاجه اسمها رولر شيدز، اللي هي يبقى الستائر المشرطه ديت تمام، اللي هي دلوقتي تبقى موتورايزد، كانت الاول مانوال ودلوقتي بقت ايه؟ موتورايزد. ماشي الكلام؟ واللون بتاعها فاتح ولا غامق، كل الكلام ده مع الديكوريشن بتاعكم والاس سي ده بيفرق معانا ايه؟ بيفرق معانا جدا في حمل ايه؟ الشمس. نرجع تاني، يبقى احنا قلنا كده الروم سنسبل هيت، يبقى اول حاجه كيو تي اللي هي كيو ترانسميشن بتيجي تفرق درجات الحراره، وتاني حاجه اللي هي كيو ايه؟ الكيو صن. طيب ايه بقى بعد كده تاني؟ الاشخاص اللي جوه دول بيطلعوا حراره، بس بيطلعوا بقى الاثنين، يبقى في كيو بيرسونز السنسبل وفي كيو بيرسونز اللي صح كده انا غلطان،
يعني كيوب بالانسون ده بيطلع سخونيه من جسمه وبيطلع بخار ميه نتيجه العرق ونتيجه التنفس، يبقى دي هتساوي عدد الاشخاص في الكيو بتاعت البيرسون الواحد، ودي هتساوي عدد الاشخاص في الكيو بتاعت البيرسون الواحد الليتنت وده السنسبل. طب الكيو بتاعت الشخص الواحد دي بتطلع منين؟ جداول او احنا بنديها لك جبن. بس هو الاشري اللي هي المنظمه الاساسيه اللي بتتكلم على علم التكييف، تمام، هي اللي بتقول لك الريكومندد الكيو بتاعت البيرسون الواحد قد ايه. يعني الراجل لما يجي او الشخص بتاعي في المكان هو قاعد، غير لو هو بيتحرك، غير لو هو في جيم، كل ده بيطلع كيو بيرسونز ايه مختلفه. يبقى دي الحراره الثالثه، الحراره الثالثه اللي هي كيو بيرسونز. والكيو بيرسونز ديت قسمناها لحالتين، كيو بيرسونز سنسبل وكيو بيرسونز ايه ليتنت. بنضرب هنا في عدد الاشخاص ونضرب هنا في عدد الايه الاشخاص. الحراره اللي بعد كده اللي هي مين؟ الاكويبمنت، المعدات. المعدات برضك يبقى في كيو اكويبمنت، يبقى في كيو اكويبمنت سنسبل، وفي كيو اكويبمنت ايه، وفي كيو اكويبمنت ليتنت. ماشي الكلام. يبقى الروم سنسبل هيت، يبقى كده كيو ترانسميشن، كيو سم، كيو بيرسون سنسبل، ويبقى في كيو اكويبمنت سنسبل. والروم ليتنت هيت يبقى ده عباره عن الكيو بيرسونز الليتنت والكيو اكويبمنت الايه ليتنت. الكومبنت بقى زي معدات، اي معدات موجوده جوه المكان. لو في نافوره جوه المكان يبقى النافوره ديت بتطلع ليتنت، لو انا بكيف حمام سباحه يبقى بيطلع ليتنت، يبقى اي مكان فيه مصدر ميه يبقى بيطلع ايه؟ بيطلع ليتنت. ماشي الكلام؟ جميل. كده يبقى انا عندي الحمل بقى بتاع المكنه، الكولينج، الكولينج لود بتاعه او الكولينج كباسيتي بتاعت المكنه. يبقى ده هيساوي مين؟ الروم سنسبل هيت بلس الروم ليتنت هيت، صح؟ يبقى ده بيسموهم المجموع الاثنين دولت اللي هو الروم توتال ايه؟ الروم توتال هيت. نزود عليهم الاوتسايد اير توتال هيت. ايه بقى الاوتسايد؟ اوتسايد اير توتال هيت ده بيسموه حمل الفنتليشن. حمل الفنتليشن ايه؟ حمل الفنتليشن ده، حمل الفنتليشن دوت ان انا بدخل هواء خارجي جوه المكان. ما دام دخلت هواء خارجي جوه المكان يبقى الهواء الخارجي دوت هيتكيف، لان هو داخل بدرجه حراره ايه؟ بدرجه حراره عاليه. يبقى انا عندي ادي الهواء الخارجي، نقطه الهواء الخارجي اهي اللي بيسميها نقطه الاوتسايد، وادي الهواء اللي جوه الاوضه، ماشي الكلام، اللي هي نقطه الار اللي هي مثلا 24 و 50%، والهواء الخارجي زي اسكندريه مثلا 35 26. يبقى حمل الاوتسايد اير توتال هيت دوت، يبقى انا بدخل هواء خارجي ب 35 درجه، يبقى لازم هيبرد لحد كام؟ لحد ال 24. هو عباره عن الام توتال اوتسايد في الاتش الاوتسايد ناقص الاتش مين؟ ناقص الاتش الانسايد او اتش الار، يعني او اتش ايه؟ اتش الار. يبقى انا بوقع نقطه الاوتسايد، بوقع نقطه الار، اطلع الاتش والاتش، والام دوت اوتسايد ديت اللي هي عباره عن الفي دوت اوتسايد على السبيسيفيك فوليوم بتاعت مين؟ بتاعت الاوتسايد، السبيسيفيك فوليوم بتاعت النقطه ديت. الفي دوت اوتسايد دي بقى اللي انا بديها لك ايه؟ بديها لك جيفن، اللي هي بتبقى ايه؟ يقول لك والله انا مثلا عندي 10 اشخاص، فور اكزامبل مثلا عندي عدد الاشخاص 100، وكل شخص محتاج له في دوت اوتسايد 8 لتر في الثانيه. يبقى 8 لتر في الثانيه، يبقى دي 8 في 10 في سالب 3 عشان تبقى متر مكعب في الثانيه، بضربها في عدد الاشخاص، يبقى دي كميه الهواء الفريش اللي انا محتاجها جوه الايه؟ جوه المكان. هي دي الاحمال. يبقى دي الاحمال الاساسيه. يبقى الاحمال الاساسيه بتاعتك الروم سنسبوليت اللي هي كيو ترانسميشن اللي هي اليو في الاريا في تلتا تي، حمل الشمس، حمل الاشخاص، حمل الايكويبمنت، والروم ليتنت هيت حمل الاشخاص وحمل الايكويبمنت. النافوره بنعتبرها ايكويبمنت. ماشي الكلام. مجموع الاحمال دي بقى، دي كل دي الاحمال اللي عايزه تسخن المكان، اللي عايزه تهجم على المكان، تعلي درجه الحراره. بزود عليها كمان حمل الفنتليشن اللي هو التهويه. يبقى كل دي مجموع الاحمال اللي هي عايزه تسخن المكان. انا بقى بسقع، بجيب مكنه مركزي بقى، سبليتات، ايا كان، بجيب مكنه بتسقع لي بكولينج كباستي بمجموع الاحمال ايه؟ بمجموع الاحمال ديت. شكرا.